أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج المراج البراك والألم طافي البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع منقوش في اللوح والقلم سيد الأرب والأجم جسمه مقدس مطهر طهر منور في البيت والحرام شمس الضحى بدر الدجى صدر الأولى نور الهدى كهف الورى مصباح الظلام جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمراج وسفره وسدرة المنتهى مقامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغرابين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء المساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلة في الدارين صاحب كعب قوسين محبوب رب المشرقين رب المغربين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمال